احنا اليوم توفقنا الاسبوع الماضي استقطبنا واحد من هذول القناصين المتميزين موجود معنا في الرياض. وش اسمه؟ مين اسمه؟ اوسكار اليزوندو، واحد يعني في نهايه الستينات من الارجنتين. اكتشف لاعبين. ايش السي في حقه؟ السي في حقه فالكاو وباستوري، عنده لاعبين غيره لاعبين ولا كشي؟ لاعبين بسرد لك يعني. اعطينا بنعرف ليفر بليت وبوكا جونيورز اغلب اللاعبين كلهم عن طريق، مو كلهم يعني اغلب اللاعبين. واشتغل برضه في انديه اوروبيه في بنفيكا، احد الانديه الكبيره برضه في استقطاب اللاعبين من امريكا الجنوبيه، وعمل في انديه برضه، عمل في الاهلي المصري فتره حتى يعني استقطبوه في فتره مع وقعته معاه الان. وقعنا معاه الاسبوع الماضي. وقعته معاه يقيم هنا في السعوديه؟ يقيم لكن بيلف كل المملكه. اي انا توني بسالك يعني، هو بيقعد يشوف بس المواهب الصغار داخل السعوديه. بالضبط.